أيها الحضور الكرام، التحق بنا في هذه الأثناء الأستاذ خالد الهوني رئيس قسم الشؤون التربوية بالمدير بالأكاديمية الجهوية للتربية والتقويم لجهة فاس مكناس، ممثلا عن السيد مدير الأكاديمية. حضورنا الكرام نزولا عند رقبة مجموعة من المدرسات والمدرسين، نعيد عزف وغناء رائعة وخالدة أحمد شوقي قم للمعلم وفيه التبجيل، كان المعلم أن يكون رسولا.